أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. إذا اضطراب جوي كان نشيط الفعالية أثمر بأمطار أمطار معتبرة على شكل زخات تساقطت على جل المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات. كانت أكثر غزارة على الجهة الشرقية. مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت نشرية عن تواصل لتساقط الأمطار إلى غاية ليلة اليوم إن شاء الله التاسعة ليلا، صلاحية النشر أقول إلى غاية التاسعة ليلا على جل المناطق الشمالية وخاصة الوسطى والشرقية. نستهل دائما بكمية الأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة الفارطة. سجلنا 51 ملم هنا بالعاصمة بمدينة عين بنيان، 15 ملم بتيارت، 11 بيدلس، 19 ملم المدية، 30 ملم مليانة، 47 ملم قصر شلالة، 24 ملم. والأمطار ستستمر إن شاء الله على الجهة الشرقية خلال نهار ليلة اليوم إن شاء الله. نستهل دائما بصور القمر الاصطناعي. إذا سحب سفلى كانت كثيفة على جل المناطق الشمالية وخاصة الوسطى والشرقية. كما قلت هو عبارة عن منخفض جوي متمركز هنا بالجهة الشرقية محمل برطوبة الكافية على كل هذه المناطق، ليتأرجح تدريجيا إلى سيسيليا إن شاء الله، فسيحا لعودة ارتفاع للضغط الجوي وخاصة على الجهة الغربية ليها المناطق الوسطى خلال يوم الغد. سحب عابرة بدون فعالية على أقصى الجنوب. خلال نهار الغد بحول الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال الصباح بعض الأمطار غير مستبعدة إن شاء الله على المناطق الوسطى لتزول تدريجيا، بينما الجهة الشرقية استمرار أقول الاضطراب الجوي سيثمر بأمطار لتزول في أواخر النهار إن شاء الله. أما الجهة الغربية عودة الصفاء والاستقرار بعد تلاشي الضباب وخاصة المناطق الساحلية والقرب الساحلية. دائما الرياح ستشتد على المناطق الوسطى تصل 50 كيلومتر في ساعة، بينما أجواء مستقرة على المناطق الجنوبية. خلال هذه الليلة درجة الحرارة الدنيا تبقى باردة، جو بارد على المرتفعات والهضاب، درجة واحدة تحت الصفر على المشرية العامة البيض، لترتفع لغاية 10 درجات وهذا على السواحل، بينما لن تتعدى 7 درجات بالصحراء الوسطى، لترتفع لغاية 14 درجة على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى تبقى باردة وخاصة على المرتفعات والهضاب 8 درجات فقط، وهذا كد المقياس على المشرية العامة والبيض، تتراوح ما بين 16 لغاية 17 درجة وهذا على السواحل، 21 على الخط الرابط ما بين جانات تمن راسات الصحراء الوسطى، 24 على تندوف، لترتفع لغايه 28 درجه على كل من برج بجو مختار وحتى على عين قزم. تحسن في حاله البحر على الجهه الغربيه، بينما بحر من قليل الاضطراب الى مضطرب ليتحول الى هائج اواخر النهار على المناطق الساحليه الوسطى والشرقيه. رياح قويه ان شاء الله تصل 50 كيلومتر في ساعه، بينما معتدله على الجهه الغربية. هنا داخل الوطن، خارج الوطن إلى بعض عواصم المشرق العربي أجواء مستقرة عادة سحب عابرة بدون فعالية على الرياض. أما عن درجات الحرارة مرتفعة على جدة والخرطوم تتراوح ما بين 31 إلى 33 درجة، منخفضة شمالا وتتراوح ما بين 16 إلى 18 درجة على كل من بغداد عمان ودمشق. أما عن وقت غروب الشمس لنهار الغد بحول الله على مستوى العاصمة سيكون في حدود 5:33 دقيقة. ولأكثر تفاصيل ما عليكم إلى التواصل عبر مواقع الإنترنت التابعة لمصلحة الأرصاد الجوية. شكرا على المتابعة، في أمان الله.